وصلنا لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير. رح نكون مع فقرة تعودنا كل فترة وفترة تكون بيها صباحي. رح نحكي اليوم انت ملعبك مثل ما قلت لك. مدينة حما هي المدينة الجميلة، مدينة النواعير اللي دائما لنا ذكريات فيها. كل حدا فينا له صورة، ما إلك صورة هنيك؟ أكيد إلك صورة يعني. هلا والأكلات الطيبة، حلاوة الجبن الحموية، دائما أي حدا من له جبنة معك حلاوة جبن أكيد يعني، بتتميز بقصص كثير مهمة. صحيحة، وبمحافظة حما في كثير من التسميات بعدها بيكون غريب، وبعده بيكون هيك في مثلا أماكن الاسم بيكون مكرر. رح نفوت أكثر بهذا العالم ونحكي عن أصل التسميات بمحافظة حما، وأكيد بيسعدنا نرحب برانيا شمسين ماجستير بالعلوم السكانية. يسعد صباحك. وصباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتني صباحنا اليوم. خلينا بداية قبل ما نفوت بتفاصيل المناطق والتسميات نحكي عن تسمية مدينة حما. تمام. مدينة حما مثل سائر المدن السورية الكبيرة لها تاريخ قديم وحافل. أصل التسمية قديم، يعود إلى كلمة حمثة وهي بالكنعانية والآرامية تعني الحصن. طبعا المدينة بفترة أخذت اسم أبيفانا نسبة إلى القائد السلوقي أبيفانيوس، ولكن بالعصر الروماني عاد إلى اسمها القديم. مدينة حما أيضا مثل باقي المدن الهامة والجميلة في سوريا إلى ألقاب. مدينة النواعير هو الأشهر، تنفرد بين مدن العالم بهالمعالم المعمارية. صحيح. والأثرية الهامة، ولكن ليس هو لقب الوحيد، هي مدينة أبي الفداء، وأبو الفداء هو مؤرخ وجغرافي جليل من الجغرافيين العرب. عرفنا من حضرتك أصل تسمية حما والألقاب، خلينا نروح لموضوع ثاني. في تسميات مرتبطة بالطبيعة والتضاريس دائما هيك بنشوفها بكل محافظة، فخلينا نحكي عن خصوصية حما. محافظة حما هي تتميز يعني متطاولة امتدادة من الجبال الساحلية غربا إلى أطراف البادية شرقا مرورا بمنطقة المنخفضات. طبعا هذا الامتداد في عطى زخم بتنوع التسميات المرتبطة بالطبيعة والموقع الطبوغرافي والتضاريس، وغالبا هالتسميات بتكون مركبة. عنا عدة قرى تبدأ بتل مثل تل ملح، وهي أخذت التسمية بسبب مجاورتها لأرض غير صالحة للزراعة بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فيها. عنا أيضا قرى تبدأ بوادي، لعل الأشهر وادي العيون الشهيرة سياحيا. عنا أيضا تسميات هي قد تكون محلية مثل الشير، وهو يقصد به المرتفع الصخري ذو جروف قائمة. عنا تسمية ظهر، تسميات أيضا مكررة بالمحافظة زور، وهي يقصد بها السهل الفيضي المجاور لمجرى النهر، وغالبا التسمية مركبة مثل زور السوس. حويجة وهي تعني جزيرة نهرية، طبعا هالتسمية بنشوفها بوادي الفرات ووادي العاصي، ويوجد أكثر من قرية بهذا الاسم. حتى في تسميات بتتعلق بأشخاص ضمن مدينة حما، خلينا نحكي عن هدول المناطق. تماما، ضمن في تسميات هي بنسميها لها مدلول اجتماعي بشري، تنسب إلى أشخاص أو جماعات كانوا ذوي شأن أو أهمية، ملوك، أمراء، ملاك الأراضي، رجال دين، رجال دولة. قد يكون الاسم يرد كما هو، مثل مثلا قرية أبو عبيدة، هي تنسب إلى، يوجد فيها ضريح للصحابي أبو عبيدة بن الجراح. نعم. قرية مثلا تل عبد العزيز بسبب اسم أحد شيوخ العشائر الذي سكنوها. بحب شير هون أنه أحيانا الاسم ينسب إلى اسم الشخص. على سبيل المثال مثل قرية زور الناصرية، أو حتى عنا تسميات لنواعير حما، يعني النواعير يوجد عدة نواعير بعدة أسماء مثل المحمدية، العثمانية، المؤيدية. بحب شير هون أنه هالنوع من التسميات كتير موجود بمحافظة الحسكة، مثل اليعروبية، الجوادية. لازم شير أنه بمحافظة حما في كتير تسميات إلى تنسب إلى عشائر أو قبائل، والأمثلة كتيرة. ولازم نشير بها ايضا هالمجموعه التسميات. طيبه الامام هي بلده في شمال مدينه حما ب 18 كيلومتر، سميت بسبب وجود مقام ينسب الى الامام علي زين العابدين وابنه الحسين. وبحب اختم بس بمدينه افاميا الاثريه يلي بناها القائد سلوقس نيكاتور، هو قائد في جيش الاسكندر المقدوني حوالي عام 300 قبل الميلاد، وسميت على اسم زوجته الفارسية. طيب خلينا أيضا نتعرف من حضرتك على تسميات القرى في محافظة حما. تسميات القرى متنوعة، في عنا كم يتميز به المحافظة هي تسميات مرتبطة بالمياه.
مثل عين كذا. تماما، عين حلاقيم على سبيل المثال، وهالبلدة تشتهر بمعدل الأمطار المرتفع فيها، وهذا الوفر المائي عطى يعني خلينا نقول خير وبهاء للمنطقة. عنا جب، كثير القرى اللي تبدأ بجب مثل جب الحنطة، جب رملة. جب رملة أخذت التسمية من يعني نواة المدينة أو البلدة حول جب قديم، أخذت نسبت له البلدة. عنا مثل ما ذكرنا وادي العيون، وادي الجفار. الجفار هي اختصارا أو تبسيطا لأشفار، واللي هي جمع جفر، والذي يقصد به بئر ولكنه غير مبني بالحجارة. بحب أذكر أيضا بلدة الشريعة، وهي تعني لغة مورد المياه. أيضا عنا معروفة كثير كمنطقة تماما، أيضا أبو قبيس، وهي إلى لوادي، لجبل، ينابيع مياه، لبلدة، عدة مناطق تحمل نفس الاسم. بحب تل النهر، نهر البارد، التسميات كثيرة مرتبطة بالمياه. حلوين للاصطياف يعني، أكيد بالصيف يعني كثير من الناس تكون رجعتهم أبو قبيس، نهر البارد، يعني منطقة شهيرة. طيب إذا حكي بعدنا شوي عن تضاريس، دائما بكل مدينة بتلاقي في شيء بيميزها عن المدينة الأخرى، إن كان من شعبها، إن كان من عاداتها، من أكلاتها. اليوم حما شو بيميزها؟ حما إذا من ناحية التسميات، أنا بحب دائما ركز إنه الامتداد وتنوع البيئة. عنا مثلا قرى بسفوح الجبال اللاذقية، عنا قرى بأطراف البادية، هالامتداد بيعطي تنوع بالتسميات. ومحافظة حما ككل، كونها غنية مثل باقي المحافظات السورية بالآثار، عنا كثير قرى تنسب إلى بقايا آثار موجودة فيها. نعم. في ضمن مجموعة بحب أكد عليها، مسميها تسميات لمدلولات دفاعية عسكرية، مثل تبدأ بقصر، قلعة، برج، بريج. بمحافظة حما عدة قرى تبدأ بقصر، مثل قصر ابن وردان، قصر أبو سمرة، قصر المخرم. وغالبا التسمية أجت مجاورته لبقايا آثار، والجزء الثاني من التسمية هو أحد شيوخ العشائر الذي سكنت بالمنطقة مثل ابن وردان. أيضا عنا عدة قرى تبدأ بقلعة، وغالبا التسمية بسبب مجاورته لقلاع شهيرة، لعل الأشهر بلدة قلعة المضيق. وطبعا قلعة المضيق هي كانت تعرف بحصن أفاميا حتى القرن السابع عشر، ثم غلب عليها المضيق بسبب وقوعها بين واديين يعني في الشمال والجنوب للمكان. نعم. نشوف بعض الأماكن أو القرى بيتم عبر الزمن تغيير الاسم تبعها. بمحافظة حما خلينا نضرب أمثلة عن بعض القرى عبر الزمان تغير اسمها. تماما، تغيير التسميات هو شيء شائع ومعروف بأي مكان، غالبا بيكون تغيير حرف نتيجة الزمن أو التكرار التسمية، وغالبا بيجي بقرار خلينا نقول قرارات إدارية. في عنا عدة قرى كان مثلا البرج الشرقي، البرج الغربي، أصبحت التسميات أكثر خلينا نقول مو حداثة، تميزا إلى كونه البرج هي كلمة مكررة. وهون حبيت كمان بس أذكر على تكرار التسميات، هي كمان حالة مألوفة، وغالبا وقت بتكون المناطق أو القرى قريبة من بعضها بيطلق عليها صفة للتمييز، وغالبا بنفس المحافظة صفة إلى علاقة بالاتجاهات، شمالي، شرقي، قبلي، جنوبي، تحت تماما، هي للتمييز. وغالبا تغيير التسميات بيجي منعا لللبس، تكون تسميات متشابهة، تسميات قريبة من بعضها. الحقيقة كمان بحب شير للتميز المحافظة، تسميات مثل ما كانت مرتبطة بالآثار، مثل دير الفراديس بسبب بقايا دير، الكنائس، كنيسة قديمة بجوار القرية، الصومعة، صومعة قديمة كانت موجودة، قبة عبلة، القبو بسبب وجود آثار تعود إلى العصر الروماني أو إلى ما هنالك، سميت القرية بهذا الاسم. أيضا من التسميات بيحضرني المرتبطة بالمياه هي شادوف، وهي أيضا يعني إشارة إلى آلة قديمة كانت تستخدم لرفع المياه من قناة ري قديمة سميت المنطقة فيها. ذكرتي منطقة ري، كنت أسألك عن أهم المصادر المائية اللي غنية اللي بتغتني فيها مدينة حما عبر التاريخ. حكما أنا دائما بقول هي محافظة تشتهر بالتسميات المرتبطة بالمياه، وما شيء مستبعد أو غريب كونه نهر العاصي هو اللي يعني يخترق المحافظة. وما بعرف إذا ذكرت أيضا من التسميات المرتبطة بالتضاريس أو بالبيئة، حويجة هي تعني الجزيرة النهرية اللي موجودة، تسميات كتير العاصي عطى يعني
هو بيعطي الخير، بيعطي الحضارة، بيعطي البهاء، وأيضا عطى تسميات التسميات مرتبطة فيه بالمياه أو بالمجرى. وكنا نعرف أيضا تسمية العاصي كونه يخالف أنهار العالم وينبع من الجنوب إلى الشمال يصب في لواء الإسكندرونة. خلينا نحكي مع حضرتك اكثر عن اهميه اليوم هذا العلم العلوم السكانيه، كيف ممكن نحن خصوصا لما نحكي عن محافظه حما، كل اسم اكيد له مدلول بخليكم ترجعوا اكثر بالزمن تعرفوا يمكن الناس كيف كانوا عايشين بهذيك الفتره. فنحكي عن اهميه اليوم المحافظه على هي العلوم، وكيف ممكن يعني تتطور عمليه البحث مع التكنولوجيا اللي عم بتصير وتتطور الحياه. تمام. هلا سوريا بلد الحضارات، مهد الحضارات، ودراسة العلوم السكانية وتحديدا التسميات الجغرافية فيها مجال ممتع وشيق وصعب، لأنه البلد مغل بالقدم، تعاقب عليها عدة حضارات وعدة شعوب، هذا بيسمي خلينا نقول يعني خليط من التسميات. هو مجال مهم كونه مشان نعرف حضارة المكان اللي نحن فيه. زخم الآثار، زخم الحضارة اللي كانت موجودة بهذا المكان، هو مجال صعب مثل ما قلت لأنه عدة حضارات يلزم الخوض في معرفة بأصول اللغات القديمة والحديثة. في كتير قرى هي أخذت من وظائف أنيطت بالمكان، أنا مثل ما أشرت لوظائف دفاعية عسكرية خدمية، غالبا أيضا بهالمجال التسميات الجغرافية الطبيعة هي اللي بتعطي الاسم، وفرة المياه خلينا نكون تسميات مرتبطة بالمياه، ارتفاع صفة مثلا قرى المشيرفة المطلة العالية نسبة إلى ارتفاع عن ما حولها. كثير بتحضرني تسميات من المكان والطبيعة، مثلا في قرية سوحة وهي التسمية كونها تقع بمنخفض نسبيا عما حولها، تنحدر إليها مسيلات مائية، وهذا السوح هي تعني لغة الأرض المنبسطة التي تتجمع فيها مياه الأمطار. بدنا نشكر حضورك لليوم وعلى كل المعلومات اللي ذكرتيها، نورتي صباحنا وأهلا وسهلا فيك، يومك شكرا. حلو. شكرا شكرا كثير لك رانيا شمسي، ماجستير بالعلوم السكانية، اهلا وسهلا فيك.